واقع انه اليوم حنا يوم السبت 24/2/2018. شوف شوف دابا اش بينهم وبين وبين الدار. ها حنا في السطيح في بيحونا ياك فهمتي. ها انت دابا شوف الممتلكات ديال الناس. ها ها اش كيردوا الصبار. راه ماشي كنديروا الافتراءات على هاد الناس. بما تحمله الكلمه من معنى. الرعي الجائر راه جائر نيت بمعنى الكلمه. ها كي كيرجع اسمه. شوف دابا ها باش راه ما راه حجه ثابته. زميلينا الله يرحم والدينا التقني ديالنا راك مشكور باش نوصلوا لوسائل الاعلام. ومن هنا نستنكر انه ولو شي قناه تجي فينكم على الاقطاب العموميه. راه من حقنا راه خلصنا لكم الواجبات. التسعيره ديال الكهرباء ادينا ما علينا. فينكم توصلوا الناس ما يقع من ترهيب من تخويف للساكنه. فينكم القناه الثانيه؟ فينكم القناه الاولى؟ فينكم القناه الامازيغيه؟ رغم اننا نتكلم الامازيغيه ولاد الشلوح. وبالتالي راه نستنكر ما يقع. وسائل الاعلام في دار غفلون اصابها سبات عميق اكثر من عميق. احنا راه ماشي كنديروا الافتراءات. زميلينا تشوف هاد الناس ها يتحدون القانون ويتحدون ممتلكات الناس وكيساهموا في اهانه السلطات كيفما كانت رواتبها امام اعيننا. ماشي معقول. راه ظلم وحيف في حقوق الناس. انا عندي تما فين سرح فيه اكثر من 12 قطار ديال 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 الاركان شجره الاركان. يجب تثمين المنتوجات يجب كذا. يلاه نديك تشوف المعز باش كيجمعوا لينا الثمار. هذا الثمار ها هو كيجمعوه بالمعز ويمشيو يبيعوه. تنتهك حقوق المواطنين في الممتلكات وفي الغرس راه ماشي معقول. غديروا القانون لهاد الناس. راه ما كاينش شي واحد فوق القانون يكذب عليك الكذاب. وإلا كنتو كتكذبوا علينا ما عرفنا. إلا كان شي واحد فوق القانون ما عرفنا. راه واحد العدد الإشاعات لا داعي لذكرها تروج اليوم أنه هاد الناس محميين إلى آخره كذا. كنا ولاد المملكة المغربية على رأسها سيدنا اللي بغى التغيير لهاد المملكة وبغى الديمقراطية وبغى حقوق الشعب أنه لن تنتهك وما غيسمح فيها. وبالتالي لا كتخبيو عليه. بغينا وسائل الإعلام يوصلوا. ها السي علي ميديسا هو من ساكنة ديال بيحنا. ها دارو ها دارو ها دارو ها هي. السلام عليكم. حنا دابا ها دار ديالي ها الحير ديالي راه مشاو كتشوفوا كلشي كناري مشى. سارحين دابا حاليا في الأراضي ديالي. داك الشيء اللي عندنا راه كلاوه. السلام عليكم. ما بقى عندنا فين نخرجوا نهائيا. وما عندنا فين نخرجوا كسيبه ديالنا. وما عندنا دابا راه كتشوفهم بيننا وبين داري دابا شي 200 متر 200 متر. وراه غدا غادي يدخل ليها هاد شويه الفصه اللي عندي هنا باش كنعتقوا البهايم. راه غيدخل ليها غدا. امر الله وامركم. يا سيدي تسمى العين المكان والسلطه واقفه وجدرميه والمخازنيه. وتفاهمنا مع السيد علي قال لي كاسدي غادي نرحل غادي نحيد البهايم ديالي هنايا. شويه جات واحد لاندروبيل وجايه ديريكت مقدمه جدرميه والمخازنيه هربوا ونزل السيد من تما يجراو علينا بالحجر. امام عيون السلطات. يلا امام الدرك الملكي وامام الناس متشبثين بالاراضي ديالهم تلبيه لداء صاحب الجلاله. وبالتالي خص لي وقف معاهم وكننمي وكنشكروا جميع اللي غيساهم في ترويج هذا ولو قسط بسيط مما نعانيه مع هاد الجحافل ديال القطعان والرحال. ها الارض الواقع عشنا هو راه الناس زارعين. شوف الاثار ديال الاغنام وشوف اسمه وشوف العلامات اللي كيديروا الناس راه ما كيحترموهم. وبالتالي هذا واحد السؤال يعني ضخم خص المسؤولين يتناولوه بصدق وبضمير مهني حقيقي. وبالتالي اليوم هاد الصراعات ولا هاد التحقون اللي كاين دابا راه كاين بهاد الاشكاليه ديال هاد الرعاه الرحال. خصهم يفرقوا باللي راه الناس اللي عايشين هنا حتى هما راه بحالهم بحال الاخرين. ما عندهم ما يديروا. الا كانت عنده واحد القسط ولا واحد البحيره راه كيضرب تماره باش يوجد الكلاء لذوك بعض البهيمات اللي عنده ولا شي بقره في الدار. ولكن كيجيو الاخرين وجبهويين وكذا ومعاه واحد جحافل ديال 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 الماشيه وكيجي كيدخل كيقول لك ارض مولانا. راه ماشي معقول. هذا مصطلح تقدم وشرب عليه الظهر. لكم مني عاون كني غير هذا المشكل اللي دار حلا المدن ودوار نسطيح تلا دارت لك سيبت قنت تحت كما ازياد من السيمانه ياي عرفت تاوينا لي مدلف الصح السوق راس التكان بان
مقصود نيح فوق زعما باش انت كانت تنخطط في المدناد بين هذا نحبي دوار نصطيح يطو حصار لا القوه لا الامن ولكن حمي الموضوع ولكن يسلك راه تسمعات لي راه ديال الكسيف تنسوا لك راه مكسا ولا كراه واد الدريس ماشي الغباء عطي حرم في اللازم بان لا اله الا الله وردنا حلي مثلي والسلام عليكم. اكيد فعلا هذا التدخل اللي قال السي علي انه كنحييه راه واحد من من القدماء ديال العمل الجمعوي داخل قصبه سطايح وبالتالي راه الجميع يستنكر ما يقع اليوم راه ماشي معقول ماشي معقول هذا حيف وظلم. كي قاح عمر بردير قاح يا نحن المتضررين حماسة من الرعات من غلاد المدة شهرين يا ياك ثلاث واش كنسري الرعات تلقى نسري والف اور عم ياك ثلاث اللي حنتدخل حنكي ارت الراحي رحمن حماس وكنا رينو اللي نداري الشهود اسين كنسري خمسه الناس راني تغلبت اللي نداري التصور اللي هديه حماس للسلطات المحليه اني سوا تسكرت الشكايه سوا تسكرت السرتافيكا ولا تسكرت سوا تسكرت الشكايه ولا تسكرت انو درنا حمايه كنسكر وينا اجنا تشين غينا اللي حسرت نتاعنا كي اللي عزيزي تدخلنا من الرعاه ان يا سيدي كنيتوش كاع المذكره حماس الرباط ان راه نشل الملك الملك الغابوي نفوغ خارج الملك الغابوي 4 كيلومتر ان اي ورتا درات كناري اي ورتا درات ركان اي ورتا درات نكي هرين نون لكسيب تاع الطفط واحد الطفط ان غير دا تنسكي ديز وكال ان سوي قوي النون ورورتيكي ان غير كازا سنان غير دا سيدي ارد عن تعاني دويدا نين داوش كاين غير السنه اكسلات والسنه اصل الخميس ندا تما سن الروعه تحمس الغي بتدخل السلطه اكسلات اللي حنا دار ما سنغين كساكنه اكسلات باش كتزار لها الامن كش من سويد انا تس اربعة ولايا اللي جيت غير لي خلان وين ضيد سكناري راه كش من سويد انا ضيد اكسل حبرا ضيد كش من احسن ما سويد انا ضيد اكسلات اللي حسرت ندا اسي نسر نحي لدي افلايت دوالي دراعي كتسوزرو اي تاشكد لاندروفيل تقدم السلطات المحليه اللي راح يقدم لي هذه المساعده حمس هو كان له ولكن اننا كرون السكريات ها ما يقع اليوم اللي كتعيشوه واحد المجموعه ديال الساكنه منها تقصبيت منها سطايح منها بيحونه منها ادوار منها الحنداق منها ايت عمر واحد العدد ديال اسمه كاين تحاقم بينهم وبين هاد الرعاه اللي اسمه الرعاه الرحال والله الراعي الجائر كما كيتسمى هذا راه ماشي معقول راه لسنوات والساكنه ديال سطيح تعيش ما تعيشه اليوم وبالتالي على السلطات يدخلوا يقوموا بواجب ديالهم واسمو ويمشي القانون ما خصش الناس يكونوا فوق القانون خص القانون يكون على اي واحد كان تنفيذا لتعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله اللي بغات تولي المملكه المغربيه مملكه الحقوق والواجبات. الهجمات اللي وقعت في هذه المنطقة سواء كان بالكاع السيد ولا الصايح ولا أي عمر ولا كذلك حتى المناطق المجاورة في الجماعة من أي تميل ولا الجماعة من ثلاث ولا أي دورين ولا يعني مجموعة من المنطقة غير مشتركة في الجامعة اللي قام بالصد كان مبادرة من طرف بعض الفعاليات المحلية على أساس أكثر من 100 تطور لمسيرة سيد المسكان لمواجهة هاد يعني الهجمات اللي زرين تحدد صراحة بالنسبة لنا اللي اشتغلوا شغل لأنه الممتلكات المهنية يعني معرضة للخطر للإتلاف الأرواح الساكنة يعني حتى تنتهي الامتحان الخطر سواء كنت على الأقل أو بمجزار الأوراق ولا حتى هذو يزين الفقرات ولا جميع الشرائح مدهوش لينا ثقة لا حمزه لا السلطات لا حتى لأنه وقت اللي انتقى البلاد يعني تحدى السلطة المحلية تحدى الدرك الملكي تحدى يعني مجموعة من السلطات الكبيرة بس سلطة يعني ما لازم يكون كاين في المنزل يعني بالنسبة لي كان حاجة اللي أهمي في حق السلطات المحلية الساكنة في الدرات كما ذكرنا وبغينا الصوت ديالنا يوصل لأنه ديما تيوصل ولكن بشكل يعني ماشي حتى لديك الدرجة اللي بغينا يوصل لها ونتمنى بأنه الساكنة ديال الإقليم كامل والمناطق المجاورة ديك المسيرة نتمنى أنها تكون ناجحة إن شاء الله
لان الا ما كانتش الساكنه واقفه راه على رجليها راه الدوله ما غتسمع ليه. ولهذا نتمنى ان الوقفه او المسيره تكون ناجحه 100%. كما جاء في الكلمه ديال السيد الرئيس النائب الاول ديال رئيس المجلس الجماعي بالفاع السي سعيد، قال بالحرف انه يجب تضامن تضافر الجهود لا من ناحيه السلطه المحليه والناس باش نفكوا نلقاو الحل لهذه المعضله اللي هي اكيد انها معضله كتجاوز القانون. كاينين الناس اللي فوق القانون في هذا الرعي الجائر، وبالتالي كنوجهوا التحيه انه داخل مقر الجماعه بالفاع لهذا السيد اللي كيناضل وكيتحرك، واكيد انه هذا الاجتماع يخرج بواحد الخلاصه انه لا احد في المغرب بتاتا فوق القانون كما يكون النوع ديالو مصداقا للتوجيهات ديال صاحب الجلاله نصره الله انه يجب احترام القانون كيفما كان شانه. وبالتالي نصفق بايادينا جميعا ان هذه المعضله غتفك ان شاء الله.